معتقلين الثورة في خطر. الحوثي وعفاش يعذبون معتقلي الثورة. نداءات واستغاثات أطلقتها أمهات المعتقلين من شباب 11 من فبراير الذين أصبحوا يواجهون مصيرا مجهولا بعد أن تم اختطافهم وإخفاؤهم من السجن المركزي في العاصمة صنعاء. أمهات المعتقلين والعديد من الناشطات نفذن وقفة احتجاجية أمام المحكمة المتخصصة للمطالبة بالكشف عن مصيرهم. تم إخفاؤهم بشكل مفاجئ من سجن الأمن المركزي، موقوفين منذ 5 سنوات، لا نعلم عنهم أي شيء. لهم الحق في الخروج، لهم الحق في الحرية، لماذا يعتقلون؟ لماذا يخفون؟ 5 سنوات قضاها المعتقلون دون أن يتم التحقيق معهم بأي من التهم المنسوبة إليهم، وهذا ما يجعل من اعتقالهم خارج إطار القانون ويندرج ضمن التصفية السياسية التي يمارسها المخلوع مع شباب الثورة. العديد من المنظمات الحقوقية والناشطين أبدوا تخوفهم من تعرض المختطفين للتصفية الجسدية، محملين المخلوع المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. يرى المخلوع في شباب الثورة العدو اللدود بعد أن أسقطوه من على سدة الحكم، وبالتالي فهو لا يتوارى عن استخدام أي وسيلة للانتقام منهم، وما الحرب الدائرة رحاها الآن إلا جزءا من مخططه للانتقام من الثورة والشعب.